سلام، مرحبا بكم معايا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفه سهله ومحبوبه تحبوها كامل، اللي هي خبز البعير ولا خبز تونس ولا بسبوسه، تعددت الاسامي، سموه كيما تحبوا. المهم هو جاتو ساهل وبنين. يلا توتسويت نشوفوا المقادير والوصفه مع بعض. بسم الله. اول شيء نبدا هو لو سيرو. ندير كاس سكر سمول، ونزيد له زوج كيسان ماء، والعبر تاعكم هو نفس الكاس. نزيد نرمي لها هكذا برج تاع قارص ونديرها تغلي. نبداو نخبطوا ربع حبات ولاد الدجاج، ربع حبات بيض. البيض تاعكم لازم يكون شويه كبير، الا ما عندكمش بيض كبير تقدروا ديروا حتى الخمسة. دونك ربع حبات ولاد الدجاج نخبطوهم هكذا، نزيدوا لهم كاس سكر سمول، ماشي سكر غلاس، سكر سمول. انايا نقصت شويه الكاس، درت كاس غير ربع. بعد ما البيض اندمج بيان مع السكر، واش نزيد كاس تاع زبده دايبه وبارده. الوغ الكاس انايا ما عمرتوش، درتو ناقص يعني ربع باش نكملو بالزيت هكذا باش تولي لي كاس. زبده ولا مارغرين كيما تحبوا. زيدوا له كاس تاع شابور، والعبر تاعكم هو لو ميم كاس. زيد له انايا شويه تاع لافاني، تقدروا ديروا مبشور تاع الليمون ولا تاع تشينا كيما تحبوا، زيست دورانج ولا دو سيترون. وزيد لها كاس تاع مكسرات، المكسرات اللي حبيتهم برك. رحوهم شويه كونكاسي، شويه خشن، ليجيرمون خشن. وهنايا انايا المكسرات تاوعي حمصتهم، درت لوز وجوز وبندق، حمصتهم كامل. وهنايا نزيد لها زوج باكيات خميره، اذا الباكي تاع الخميره تاعكم يدير 8 غرام ديروا باكي واحد. نخلط كل هذه المقادير مع بعض، ودوكا نجيب لو بلاطو تاعي اللي ندير فيه الخبز الباي ولا خبز تونس. بيان سور كيما راكم تشوفوا دهنتو كامل بالزبده. الديمونسيون تاع لو بلاطو نحطها لكم ان شاء الله مع الوصفه. نحط كامل هذاك الخليط في لو بلاطو، وكنت انايا شعلت لو فور تاعي على 175 درجه، نحطو يطيب حتى نشوف اللون تاعو ولا فريمون دوري ذهبي. وكي نحط الموس يخرج نقي، خلاص سي بون. دونك انايا نحط الكاطو تاعي وكي يطيب نرجع لكم ان شاء الله. الشابة تاعي راهي تغلي، نزيد نخليها فوق النار تغلي حتى تعقد شويه، نخليها ربع ساعه ولا 20 دقيقة، سا ديبون نتوما الفرنو تاعكم. المهم حتى تعقد شويه تولي كوم ان سيرو. بعد ما جلست عليها ربع ساعه فوالا لو كاطو تاعي طاب، ودوكا هو سخون نسقيه بهذيك الشربات اللي تكون بيان سور بردت، ونحطها كامله. والشربات لازم تكون شويه ثقيله كوم ان سيرو. المقادير نتاع هاد لو بلاطو، هاد الشربات يعني فريمون سوا، دونك نحطو كامل هاديك الشربات ما نخلو والو. نحطو فيه اذا حبينا
هكذا اللوز افيلي ولا نوا كوكو، يعني فريمون كل واحد كيما يحب. بصح نحطو هكذا ما بيد راه الشربات مازال ما نشفتش باش يشد هذاك اللوز من الفوق، ونسناوه حتى يبرد ونقطعوه وبالصحه. ولهنا كملنا الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله يا ربي تكون نالت اعجابكم. شفنا باللي كيفاش سهله بمقادير مضبوطه. نتوما عبروا بالكاس، والكاس هذاك نفسه اللي تعبروا به كامل المقادير في الشربات ولا في الكاطو. نتمنى تسيوها وتقولوا لي في لي كومونتير استو عجبتكم ولا لا. انا راني متاكده باللي تعجبكم، دونك قولوا لي ان شاء الله. ان شاء الله نحطها لكم في قناتي تاع يوتيوب. دعموني بالاشتراك، يعطيكم الصحه ويعطيكم الصحه اللي كنتوا معايا اون اوتر فوا. ما بقى لي غير نبقيكم بسلامه، ونتلاقاو ان شاء الله يا ربي ساعه الخير.